أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج العالم عالمين بنقدمه لحضراتكم من العالمين الجديدة في الساحل الشمالي. بنرصد لحضراتكم كل ما هو جديد وتفاصيل مهرجان العالمين الجديدة اللي بدأ النهاردة منذ قليل. معانا صورة حية دائمة على أكسترا لايف من هناك من قلب مهرجان العالمين. من جديد برحب بحضراتكم في العالم عالمين. جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في العالم عالمين من منطقة الأبراج وتحديدا الدور 43 حاجة كده يعني. والحقيقة أنه النهاردة بالفعل ابتدى أول أيام مهرجان العالمين الجديدة، وفي شاشة وصور حية ممكن لحضراتكم تتابعوها، يعني كأنكم موجودين بالضبط في أول أيام المهرجان تحديدا على قناة أكسترا لايف. احنا خلوني دلوقتي أرحب بزمايلي معنا في إطار هذه التغطية الخاصة ومن خلال برنامج العالم عالمين. احنا معانا نانسي نور تحديدا من منطقة الشاطئ اللي بيحصل فيها دلوقتي كل فعاليات وكل الرياضات وكل الناس موجودة هناك دلوقتي في هذه المنطقة، لان دي منطقة المهرجان حاليا، دي الفعالية اللي موجودة حاليا. نانسي انا برحب بيكي منورة العالمين. لما شكرا جدا ليكي، ويعني نورك انت كمان طبعا من يمكن احد الابراج العاليه الحقيقه والشاهقه في مدينه العالمين الجديده. معانا كمان ندى رضا من الممشى السياحي هنا في العالمين الجديده. ندى برحب بيكي، والحقيقه برضو منورين العالمين يا جماعه. اهلا بيكي يا لما، والعالمين منوره بيكي وبننسي، والعالمين منوره بكل اللي بيحصل فيها في الحياه من اول ما اليوم ده بدا، وحتى من العد التنازلي اللي احنا كنا بنشوفه والاستعدادات في الايام اللي فاتت. صحيح. كريم حاتم معانا من استوديو اكسترا نيوز في القاهره. يا كريم انا برحب بيك، وهتابع طبعا معانا كل ما هو جديد من عندك في استوديو اكسترا نيوز في القاهره. اهلا بيك يا كريم. اهلا بيك يا لما، واهلا بيك يا نانسي، واهلا بيك يا ندى، ويعني منورين العالمين. واحنا يمكن هنا في القاهره لما بنشوف كل الصور اللي انتوا بتنقلوها لنا اكيد بنبقى مشتاقين، ويعني بنتمنى ان احنا كمان نروح ونشوف كل يعني المناظر دي، وتنقلوا لنا الصوره بقى من هناك ان شاء الله. ان شاء الله في العالم عالمين على مدار الساعه القادمه يا كريم هننقل كلنا مع بعض الصوره باكثر شكل دقيق على قد ما نقدر لمشاهدينا الكرام مشاهدي اكسترا نيوز. خلوني ابدا مع نانسي نور. نانسي انت في منطقه الشاطئ دلوقتي، في فعاليه شغاله من هناك، كلميني اكتر عن الصوره، انقليها لنا، ايه اللي بيحصل عندك؟ لما برحب بيكي مرة تانية، وطبعا برحب بكريم وندى. فعلا زي ما قلتي احنا من المنطقة الشاطئية في مدينة العالمين الجديدة، والحقيقة يعني هي المنطقة اللي بتضم أولى فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، المهرجان الأكبر والأهم في الشرق الأوسط. فيما يتعلق بالفعاليات أو بنقل الصورة، الحقيقة ان احنا كنا بنتابع يعني على مدار الساعات الماضية واحنا متواجدين هنا بطولة تكبل العالمية. زي ما انت عارفة لما، وزي ما شرحنا قبل كده، ان هي بطولة
يعني بتضم بين كرة القدم والبينج بونج. والحقيقة كمان يعني الأجواء هنا حماسية جدا، عندنا فرق كتير مشاركة في هذه البطولة، بنتكلم عن 32 تقريبا فريق من مختلف دول العالم مشاركين في هذه البطولة. بنتحدث ان بطلة العالم في هذه البطولة من يعني البرازيل ناتاليا متواجدة ايضا وبتشارك في فعاليات هذه البطولة. يعني احنا بنتكلم ان احنا على بعد تقريبا 5 أو 10 دقائق وتنتهي فعاليات البطولة اللي بنشهدها مع حضراتكم. فيما يتعلق بالاجواء الحقيقة لما يعني فعلا أجواء حماسية جدا، كل يعني متحمس وهو بيتابع هذه المباراة، الأصوات كلها الحقيقة يعني بتتعالى كل شوية مع وجود يعني أحد الفرق اللي موجودة من الأربعة بيكسب. الحقيقة كل الأصوات بتتعالى، الهتافات موجودة كانت في كل حتة منذ قليل، ولسه بنتابع يعني المباراة لسه ما خلصتش، لسه بنتابعها مع حضراتكم. وخليني كمان يا لما أقولك إن المنطقة اللي احنا فيها دي يمكن بكرة هتشهد يعني شيء الحقيقة الكل منتظره والكل متحمس ليه، وهي بطولة الجيل الذهبي. احنا بنتكلم على نجوم يعني عمالقة من الرياضة هيكونوا متواجدين بكرة هنا، تحديدا أبطال كرة القدم من الجيل الذهبي اللي كلنا الحقيقة بنحب نتفرج عليه. بنتكلم على 4 فرق، الكابيتانو أو فريق الكابيتانو مع حسام غالي، وبنتكلم كمان على فريق الموهوبين مع حازم إمام، وطبعا فريق الصقر أحمد حسن، وكمان فريق محمد فضل. المباريات هتكون مقسمة على يومين، يوم السبت ويوم الحد، بحضور وبمشاركة كمان عدد كبير جدا من نجوم الرياضة زي السد العالي طبعا عصام الحضري، وكمان أحمد ناجي جده اللي هيكون متواجد في هذه المباراة. الحقيقة المباراة بتاعت غدا دي تحديدا يمكن العالمين كلها بتتكلم عليها من دلوقتي، الكل متحمس ان هو يحضرها بشكل كبير جدا. يعني هتكون مباراة في إطار ترفيهي، ولكن الحقيقة كمان هتكون منافسة قوية جدا على شرف مهرجان العالمين الجديدة. وكمان المنطقة اللي احنا متواجدين فيها هيكون فيها العديد من البطولات الرياضية أو الألعاب الرياضية، إن كنا بنتحدث عن ترايثلين، عن سباق السيارات، يعني كمان بنتكلم الحقيقة عن موكب فراعنة السيارات اللي بيضم تقريبا أكتر من 100 سيارة فارهة سيجوب الشوارع من سفاجة للعالمين في مشهد الحقيقة كمان احنا كلنا بننتظر ان احنا نشوفه. الحقيقة الاجواء هنا احتفالية بشكل كبير جدا، ده غير طبعا الجو الحلو في مدينة العالمين الجديدة. وخليني كمان اوجه دعوة طبعا بجنبك وبجانب كريم حاتم اللي لسه قال من شوية، احنا يعني بنتمنى ان مصر كلها تكون هنا مدينة العالمين، عشان مهرجان العالمين الجديدة تقريبا بتستقبل اكتر من 1 مليون زائر من جنسيات مختلفة متواجدين في مهرجان العالمين الجديد، عشان يكونوا متواجدين فيه ويستمتعوا الحقيقة بالأجواء. ده غير طبعا يا لبى الأجواء الشاطئية اللي موجودة في العالمين، زي ما انتي قلتي قبل كده احنا عندنا أحسن شواطئ الحقيقة في العالم. وخليني كمان أقول ان لما نيجي نقول ان شعار هذا المهرجان العالم عالمين، الحقيقة احنا يعني بنقول الحقيقة، يعني العالم عالمين معناها ان كل انظار العالم بتتجه الى مدينة العالمين الجديدة، كل وسائل الاعلام بتتكلم عن مدينة العالمين الجديدة، الكل متطلع والكل مترقب لهذه المدينة الساحرة. الحقيقة انجاز كبير جدا في نهاية كلامي، خليني اقولك للدولة المصرية انها تحول منطقة كانت نائية بشكل من الاشكال في يوم من الايام لمنطقة يعني الحقيقة ساحرة، كل أنظار العالم بتتطلع عليها، أحلى منظر وأحلى مكان وأحلى أجواء الحقيقة. لما منطقة مليئة بالحياة، مدينة مليئة بالحياة فعلا يا نانسي، عاصمة للفن والثقافة والرياضة من منذ نقطة أو لحظة بداية مهرجان العالمين الجديدة. نانسي أنا هرجع لك تاني، لأنه في المنطقة اللي انت فيها هيتزاع ماتش الأهلي والزمالك الساعة 8:30، وغالبا كلنا هنيجي يعني نتفرج عليه معاكي من منطقة الشاطئ، وهرجع لك تاني كمان عشان يعني خليني اقول لك يا لما يمكن الكاميرا، والحقيقه دي نقطه مهمه جدا جدا، الكاميرا ورايا جايبه احد الشاشات الكبيره اللي متواجده في مكان يعني المكان اللي بتتلعب فيه البطولات، هيكون مذاع عليه مباراه الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك النهارده ان شاء الله، وكمان في شاشه زيها ويمكن اكبر في الداون تاون، وده ياكد انه يعني مدينة العالمين الجديدة بالحقيقة هي مكان بيضم كل محبي الرياضات والهوايات والفن والثقافة زي ما قلتي.
صحيح يا نانسي، خليني أروح لندى. ندى رضا واقفة في ممشى العالمين الجديدة. ندى واقفة هنا ورايا مكشفة بس أنا فوق شوية. ندى كلميني دلوقتي، صورة عندك شكلها إيه؟ لما برحب بيكي مرة تانية، وبرحب مرة تانية بنانسي وكريم وبالسيدة مشاهدي اكسترا نيوز. اكيد خليني ابدا معاكي يا لما من فكرة الحياة. احنا واقفين في الممشى او في كورنيش العالمين، 14 كيلومتر حياة، بحر مفتوح لكل الناس، سما، جو مش قادره احكي لك عامل ازاي. يمكن الناس بدات تيجي عشان تستمتع بالجو ده. انت منين ما هتمشي في الممشى انت شايفه منظر قدامك. يمكن الصوره من وراك يا لما في الاستوديو على ارتفاع 43 دور بتنقل بشكل كبير. لو هنتكلم على العالمين، العالمين اصلا اسم كبير يا لما، بس في 2016 لما الدوله المصريه قررت ان هي هتعمل العالمين الجديده وتعمل الطفره التنمويه العمرانيه اللي كل العالم حاليا بيتكلم عليها، وتم افتتاحها في 2018، والنهارده العالمين هي عليها السبوت بتاع مختلف دول العالم والشرق الاوسط من خلال مهرجان العالمين الجديد. في الحقيقه واحنا واقفين هنا بكلمك في الممشى بنتكلم على كافيهات، مطاعم، فنادق، الابراج، كل حاجه موجوده تقدري تشوفيها بشكل واضح يا لما قدامك في الممشى. زي ما قلت لك الناس بدات شويه شويه مع انكسار الشمس يعني ان هي تيجي للممشى العالمين، وده هيكون المنطقه اللي زي ما تقولي ممكن الناس تاخد فيها بريك مثلا من بعد ما تشاهد الفعاليات بتاعه المهرجان المستمر لحد 26/8. واحنا بنتكلم على العالمين في حاجه في الحقيقه لفتت نظري يا لما. لما جينا نقول ان احنا هنعمل العالمين الجديده اللي بتستوعب عدد سياح وزائرين كبير جدا، فكروا او الدوله المصريه فكرت في فكره اللوجستيات، الطرق اللي هتوصل هنا. اكيد كلنا بنمشي على طريق العالمين وشايفين الطريق بتاع العالمين بقى عامل ازاي، بس اللافت في النظر في القصه دي هو مطار العالمين. بعد عمليه التطوير يا لما اللي حصلت لمطار العالمين، بنتكلم على مطار بيستقبل حوالي 400 راكب في الساعه، مطار بيستقبل اكتر من 43 طياره، وفي كمان تجديد وإحلال بيحصل لممرات جديدة عشان يستقبل عدد طائرات أكبر. فالموضوع مش مقتصر فقط على أن احنا بنعمل مدينة تنموية صناعية ترفيهية سياحية، لا، احنا بنعمل مدينة متكاملة تقدر أن الناس تجيها في الصيف ونقدر أن احنا نبقى موجودين فيها كمان في الشتاء. يمكن على مدار الايام اللي فاتت احنا كنا بنتكلم في فكره ان العالمين ممكن ان الناس تعيش فيها، هي مش مدينه صيفيه فقط، هي مدينه صيفيه ومدينه شتويه، مدينه فيها جامعه، مدينه متكامله يا لما. ندى خليكي معايا لانه انا اكيد هرجع لك تاني علشان نكمل هذه التغطيه من الموقع اللي انت فيه، وهو من اهم مواقع مدينه العالمين الجديده، الممشى الاطول من نوعه في المنطقه وشرق الاوسط. نانسي خليني ارجع لك مره تانيه. نانسي في منطقه الشاطئ اللي بيحصل فيها فعاليات البطوله او المهرجان النهارده واول بطولات المهرجان ورياضه تاك بول اللي نانسي كلمتنا عنها وكلمت عن شكل الحضور والأجواء من هناك، خليني أنا أسألك عن شكل التنظيم، رصدتيه إزاي؟ إيه أبرز مشاهداتك؟ الحقيقة لما يعني دي كمان نقطة مهمة جدا، فكرة التنظيم. يمكن طبعا التنظيم كان بشركة تذكرتي تحديدا، وإحنا داخلين المباراة في بدايتها الحقيقة كان الموضوع بمنتهى السلاسة ومنتهى السهولة، مع إن الحقيقة كان في طبعا الكثير من هواة هذه الرياضة متواجدين، ولكن الموضوع كان بيتم بمنتهى السلاسة والبساطة مع وجود كمان كبار السن الحقيقة اللي كان فيه مساعدة ليهم إنهم يدخلوا ويتفرجوا على هذه المباراة. وخليني كمان اقول لك انه احنا عندنا الرعاه بقى، الرعاه لهذا المهرجان اللي متواجدين كمان، او الشركات الخاصه بيهم التجاريه تحديدا اللي متواجدين حوالين يعني المباراه الموجوده دلوقتي. في بعض الشركات التجاريه الحقيقه اللي بتوزع بعض الهدايا على الناس وهي داخله، بعض الماكولات، بعض المشروبات في اجواء حماسيه الحقيقه. يمكن ده فيما يتعلق بالتنظيم، وكمان فيما يتعلق بالرعاه الموجودين. وكمان بكرة التنظيم كمان يا لما الحقيقة مع وجود
وانا متاكده ان يعني هذا الملعب تحديدا بكره هيكون ممتلئ، يعني تقريبا ما فيهوش ولا كرسي فاضي، لانه الكل عايز يشوف المباراه بتاعه الجيل الذهبي او الخاصه بالجيل الذهبي. احنا المكان اللي موجودين فيه تقريبا بيضم اكتر من 2000 متفرج، شاشات كبيره متواجده في كل مكان عشان كمان تنقل الصوره بشكل اوضح. يعني يا لما الحقيقه تخيلي معايا ان انت تكوني واقفه بتتفرجي على جيل الذهبي من نجوم الرياضه وكره القدم على الشاطئ مباشره في هذه الاجواء. الحقيقه يعني الحقيقه شيء مبهر وشيء جميل. وخليني يمكن انا قلت لك قبل كده وبرجع اكررها تاني، لما نيجي نقول ان مدينه العالمين الجديده هي نجاح للدوله المصريه، ودايما الحقيقه الجمهوريه الجديده والدوله المصريه بتبهرنا كل شويه بالانجازات اللي بتعملها على ارض الواقع، او الافتتاحات كمان اللي احنا بنشوفها بعينينا وبنكون متواجدين بيها زي مدينه العالمين الجديده. الحقيقه ان ده نجاح كبير جدا للجمهوريه الجديده لما السياحه تكون موجوده بهذا الكم في مدينه العالمين الجديده لحضور هذا المهرجان الاهم والأكبر في الشرق الأوسط. الحقيقة أن ده نجاح كبير، ودايما بقول أن النجاح هو مش نهاية الطريق ولكن نقطة للانطلاق لمشاريع وإنجازات جديدة. والحقيقة أن احنا كل يوم بنتفاجئ بإنجازات ومشاريع جديدة. والحقيقة يعني مدينة العالمين الجديدة والجميلة تحديدا اللي احنا متواجدين فيها، الحقيقة نخلينا نقول أنه هي شيء مبهر وجميل وإنجاز كبير جدا لهذه الدولة. وبنتمنى إن على مدار الأيام القادمة مهرجان العالمين الجديدة يطلع بالشكل الأمثل اللي يمثل دولة عظيمة زي جمهورية مصر العربية. البطولة اللي ورايا يمكن معلومة نسيت أقولها، إن البطولة اللي ورايا هتكون شغالة لمدة 3 أيام تحديدا، وهيكون في تصفية الفرق، بنتكلم عن 32 فرقة، وبعد كده هيكون في طبعا يعني الجوائز أو الدروع أو ما شابه المتعلق بال الفرق اللي هتكسب في هذه المباراة. نانسي خليني أسألك عن حاجة أنا شفتها على الشاشة من خلفك، طبعا هي نسبة شباب أكبر اللي موجودة في الملعب على الشاطئ بيلعبوا، بس أنا شفت جنسيات كمان مختلفة عن المصريين. حقيقي دي نقطة كمان يعني مهمة، لأنه احنا بنتكلم ان مدينة العالمين الجديدة طبعا هي بتستقبل بغض النظر عن مهرجان العالمين الجديدة، هي في استقبال أو في انتظار استقبال 4 مليون سائح من جنسيات مختلفة. مهرجان العالمين الجديدة من المفترض أو من المؤكد أنه هيكون في 1 مليون زائر من مختلف الجنسيات، ويمكن ده احنا شايفينه بكاميرا إكسترا نيوز بشكل واضح جدا وشكل صريح أن فعلا في جنسيات كتير موجودة. والحقيقة كمان لما نيجي نقول أنه أبطال العالم في بعض اللعب المختلفة أو المباريات المختلفة هيكونوا موجودين، ودين الحقيقة ده كمان يعني شيء محمس أكتر للناس إنها تيجي لو هي مثلا ليها يعني حب لأحد المباريات أو لأحد نجوم هذه المباريات، سواء المباريات اللي بيتم يعني بنشوفها على كاميرا إكسترا اللي هي مباريات التيك بول أو المباريات اللي هتكون بكرة أو في الأيام اللي جاية. ده غير طبعا العروض الأزياء العالمية اللي هتكون موجودة، ده غير أيضا وانت عارفة أن يمكن الكل محبب لي ما يتعلق بالحفلات الغنائية، فالحقيقة ان احنا هيكون في مهرجان العالمين الجديدة يعني شيء كبير جدا من النجوم العالميين او عدد كبير جدا من النجوم العالميين اللي هيكونوا متواجدين في المهرجان لتقديم حفلات فنية وغنائية يعني السائحين والمتواجدين وزائري هذا المهرجان. حقيقة أنا مفهومي فعلا يا نانسي للمهرجان في دورته الأولى أنه تجربة صيفية مختلفة، يوم بحاله كله ترفيه كله أنشطة من الصبح بالليل، الصبح على البحر مع نجوم زي بكرة هنشوف نجوم الجيل الذهبي اللي أعتقد كلنا متحمسين إحنا نروح نشوفهم بيلعبوا على البحر ضد بعض في 4 فرق قوية جدا جدا جدا، جيل كلنا بنحبه حقيقي في كرة القدم، وبالليل حفلات غنائية وموسيقية في كل مكان في العالمين الجديدة، فهي تجربة مختلفة وتجربة فريدة. والحقيقة أنا مبسوطه ان انا كمان شايفه في بنات بتلعب على البحر في التاك بول، في مسابقه التاك بول اللي موجوده النهارده، فدي حاجه بالنسبه لي طبعا لطيفه جدا. خليني اروح لندى. ندى موجوده في الممشى،
ندى، انا وانا جايه دلوقتي لتصوير على الهوا شفت كان في زي عروسه بتتصور على الممشى، وكان في مشهد لذيذ قوي انه يعني الحمد لله العالمين الجديده في وقت بسيط جدا بقى في رواج، وبقى بتقدري تشوفي كل الناس هنا. والحقيقه ان هي انا دايما بقول ان هي تسع لكل المصريين، مدينه بهذا الحجم الهائل احنا عندنا كل حاجه، أكبر حاجة منها يعني أبراج شاهقة، أكبر ممشى، أكبر مول تجاري، شاطئ ولا أروع. شفتي يا ندى المشهد ده؟ شفته يا لما فعلا، ولفتت نظري العروسة هي بتعمل فوتوشوت ومعاها البرايد ميتس بتاعتها وماشية، هي فضلت ماشية بالمناسبة يا لما كتير قوي، وبتتصور اتصورت في كذا مكان في الممشى. ولكن في نقطة تانية يا لما كمان لفتة للنظر، الأطفال في الحقيقة في الدقائق القليلة اللي احنا بنتكلم فيها عدد الأطفال في الممشى يا لما زاد. أنا مش عارفة كل الأطفال دي في الحقيقة طلعت إمتى وظهرت إمتى. الأطفال مستمتعين بالجو على الممشى بشكل فظيع، عائلات في الحقيقة زي ما قلتلك وكنا بنتكلم من دقائق إنه العائلات هتبدأ تيجي يعني جزء جزء مع غروب الشمس، يعني واحدة واحدة، لأن هم في النهاية شايفين زي ما قلتلك يا لما لوحة مفتوحة قدامهم، بحر، سماء، الجو كويس، وفي النهاية المدينة العالمين مقدمة لهم كل اللي هم عايزينه. أنت بتتكلمي في دار أوبرا، مجمع سينمات، يمكن كمان في سينما سيارات موجودة، يعني مطاعم، كافيهات، كل اللي ممكن أي عيلة طلع عايزة تروح إن هي تصيف الدولة المصرية حطيته في الحسبان عشان يتم تنفيذه في مدينة العالمين الجديدة يا لما. وأكيد وعلى فكرة في نقطة تانية كمان يا لما، يمكن من ضمن المشاهد اللي أنا رصدتها كمان وأنا جاية، إنه كمان في أجانب كانوا بيعملوا رياضة على الممشى. ده مشهد حضاري طبعا، انه الحقيقه وانه الحاجات دي كلها ندى اللي انت رصدتيها لنا من مشاهداتك على الممشى بيقول كتير عن الامان اللي موجود هنا. فكره الامان انه الاطفال موجودين في كل مكان، هو مكان امن جدا للعائلات طبعا، مصيف امن ومريح وفي كل الاليات الترفيه جاز هذا التعبير في مكان واحد. ندى انا عارفه ان انت من محبين كره القدم زينا، يعني قولي لي بكرة في جيل ذهبي هيلعب بأربع فرق. انت انا اي حد بيخش معايا ندى بسأله السؤال ده، انت هتشجعي مين؟ عشان احنا بكرة هنروح كلنا ويعني الموضوع هيكبر مننا. بصي يا لما، خلينا نشوف مباراة النهاردة الأول وبعد كده بكرة نروح نشجع. هو في الحقيقة الجيل الذهبي يا لما كل النجوم اللي فيه بنشجعهم، سواء ده أو ده، في النهاية هم أي حد هيكسب احنا في النهاية هنبقى مبسوطين. هي الروح يا لما هي اللي احنا بندور عليها في الحقيقة في مهرجان العالمين دلوقتي، مش فكرة. واللطيف في الموضوع ان الموضوع مش هيبقى تنافس مين يكسب وعصبية، ودي مسج على فكرة من اهم المسجات اللي احنا عايزين نوصلها للناس، انه الكورة والرياضة والاستمتاع وكل الحاجات دي هي يعني حاجة بتخلينا مبسوطين، وده الهدف في النهاية على فكرة من وجهة نظري اللي أنا شايفين من مهرجان العالمين، إن إحنا ننشر بهجة، ننشر سعادة، ننشر زي ما أنت قلت يا لما أمن وأمان، ورسائل كتير قوي بتتكلم عن التحضر وحاجات كتير. طب استعدي، فاضل انه الساعة تقريبا على ماتش الاهلي والزمالك، خليني اروح للاستوديو اكسترا نيوز في القاهرة. كريم معاه مداخلة لي يمكن بعض القراءة والتحليل عن اللي بيحصل هنا في العالمين الجديدة، اليك كريم. شكرا لما وشكرا ندى وشكرا نانسي، ويعني بنشكركم على يعني اطلعنا على اخر المستجدات والمشهد من مدينة العالمين الجديدة. ولمزيد من التوضيح والتفاصيل معنا عبر الهاتف الاستاذ خالد محمود الناقد الفني. اهلا بك استاذ خالد. اهلا استاذ كريم، مساء الخير. يعني استاذ خالد، هذا المهرجان مهرجان العالمين يعني ازاي هيقدر يأثر على الفن من خلال كل العروض اللي احنا منتظرينها وكل العروض اللي احنا هنراها والاحداث الفنية التي يعني ستجرى في مدينة العالمين الجديدة؟ رأي حضرتك صدى ده على الفن هيكون شكله عامل ازاي؟
هو في الحقيقة التأثير والصدى بدأ، يعني بدأ من قبل حتى انطلاق الأنشطة الرئيسية. نعم. إن في إحساس بأجواء مختلفة، أجواء مبهجة، في إحساس إن إحنا نقدر نوري صورة مختلفة للعالم من خلال هذه الأنشطة وهذه الاحتفالات. أعتقد إن هذه البقعة من أرض مصر الغالية جدا، وحتى العالم يعرفها، يمكن لأي فنان مصري إنه يصول ويقول ويقدم أحلى ما عنده ويشوف شكل الحفلة اللي بيحلم بيها ويقدمها. وأعتقد إن المردود ده هيبقى كبير. أولا أنت بتستغل منطقة مختلفة، غير يعني مساحة كبيرة تقدر يلتف حواليك الجمهور بالألاف، وده بتبقى فرصة للنجم أو النجمة إنه يشوف مردود فعل كبير. أعتقد إنه البوادر الأولى بتقول إن إحنا نستطيع إن إحنا نقدم حفلات وأجواء فنية وحتى عروض وحتى مهرجانات تقدر يبقى ليها ملامحها الخاصة، اللي هي ممكن تبقى واخده شكل مش بس حتى محلي، شكل عالمي مع المستقبل ومع الدورات الأخرى ومع حتى الدورة الحالية. نقدر نوري صورة مختلفة، ويقدر يبقى فيه إيمان عند نجومنا بأنه يقدر يعمل حفلة بشكل مختلف وهو هنا على أرض مصر. ويبقى هذا الشكل الاحتفالي أو الشكل المهرجاني بداية ومقدمة لصورة مغيرة لمنظومة مهرجاناتنا الفنية والثقافية وحتى الرياضية على أرض مصر. يمكن دي نقطة مهمة أستاذ خالد، يعني الانتقال أو تطوير صورة المهرجانات بشكل عام، وده أعتقد أنه دور بيقوم به مهرجان العالمين في هذا الحدث. يعني تواجد نجوم كبيرة وفنانين كبار في هذا المهرجان، ومن المنتظر ان احنا نرى يعني فنانين كبار ونجوم عالميين، ازاي ده بيشكل تأثير ايجابي على الفن المصري اولا وايضا الفن العربي، لانه هذا المهرجان هو وجهة اقليمية كمان. يعني طبعا بص، مصر طول عمرها رائدة في الفن. كنا في فترة من فترات السينما تضاهي سينما هوليوود، ومرينا بمنحنيات كثيرة، لكن يبقى للفيلم المصري جماله وسطوته وروحه، يبقى للمسرح المصري اسمه كبير، وتبقى للأغنية المصرية حضرتك في كل أنحاء العالم العربي. أنت مجرد ما عرفوا أنك مصري الحنين للأغنيات العربية من أول أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد المطلب وعبد الحليم، فأنت عندك ركيزة أساسية كبيرة في الوقت الحالي. وأنت بتفكر بشكل معاصر ورؤية متطورة أنك إزاي تستفيد وتستغل هذه الفنون وتقدمها بشكل براق وجديد، تقدر تشكل عنصر جذب كبير جدا مش بس فني، حتى على المستوى الاجتماعي والسياسي والسياحي وأشياء أخرى كتير قوي. تقدر تنقل نفسك في منطقة تانية، أنت تبقى معاصر، عندك زي ما أنا قلت حتى قبل كده، عندك جغرافيا هبة من ربنا، مكان ساحر، عندك نجوم عندهم المقدرة لعودة الريادة الكبرى مرة أخرى. فأعتقد أنه يعني حان الوقت لأن نحقق الحلم. كثير قوي من مهرجاناتنا كانت محتاجة إعادة نظر في أن إزاي تبقى كبيرة وإزاي تشكل عنصر جذب كبير زي مهرجانات بره، مع ان الامكانيات، انا دايما اقول الامكانيات مش مشكلة، المهم الارادة والقدرة البشرية والقدرة على الحلم بانك تحقق وتقيم مهرجان كبير يشكل عنصر جذب مع مرور السنين يبقى عنصر اصيل على شاشة المهرجانات الدولية. ده نقدر نحققه بسهولة، بس المهم
انه الاستمراريه في مواجهه ما يحدث في العالم، الايمان لدى كل نجومنا بانهم يقدموا افضل ما لديهم. الفرصه متاحه، وفي الحقيقه الشركه المتحده والمنظمين يعني ممهدين الطريق جدا ان احنا ننطلق بمهرجان ذو صبغه مختلفه. ربما لسه الاحساس العام بيه مش ظاهر، لان الانشطه هتبقى كثير قوي والتظاهرات كبيره، لكن اعتقد مع الوقت عشاق هذه التظاهرات لما التفوا حواليها هيبقى في جمهور لهذا المهرجان وهذه الاحتفاليات الكبرى. عاوزين مع مرور الايام نبتدي نرصد اتجاهاتنا رايحه لفين، ايه اللي احنا برزنا فيه وارتفع حوالينا في العالم، ايه اللي محتاج نقطه ضوء اكتر، بحيث ان احنا يبقى مهرجان العالمين ده منظومه ترفيهيه متكامله يعني يحلم بها والتواجد في فعالياتها نجوم كتير من العالم مش بس نجوم مصر. نعم، انا بشكرك طبعا شكر جزيل الاستاذ خالد محمود الناقد الفني، كنت معنا عبر الهاتف. ومشاهدينا هنرجع دلوقتي لمدينه العالمين الجديده ولاستوديوهاتنا هناك مع الزميله لمى جبريل. لمى اليكي، ويعني كنا بنتكلم مع الناقد الفني الأستاذ خالد محمود على أهمية هذا المهرجان فيه وتأثيره على الفن بشكل عام مع تواجد نجوم كبار زي ما انت أشرتي ونانسي وندى، أنه هيكون في تواجد كبير لنجوم كبار عالميين، يعني أكيد ده هيكون ليه تأثير إيجابي وصدى، وكمان على التوقعات أنه هو يستمر والاستدامة، وكان زي ما أشار الأستاذ خالد وأشارت نانسي أنه دي تبقى نقطة انطلاق كبيرة بالنسبة لحدث مهم زي ده. الحقيقة كريم دي نقطة مهمة جدا جدا، لأنه القوة الناعمة المصرية قوة لا يستهان بها، قوة من أبرز وأهم مقوماتنا كدولة، واستغلالها بالشكل ده وهو استغلال أمثل الحقيقة، يعني أعتقد ده مهم في التوقيت ده جدا. والحقيقة صناعة المهرجانات وصناعة الترفيه دي صناعة مهمة جدا جدا، وإحنا هنا في مصر الحقيقة عندنا باع في هذه الصناعة، باع مهم وباع قوي في المنطقة بأكملها مش بس على المستوى المحلي. مهرجان العالمين أعتقد أنه بيرسخ كل المفاهيم دي بشكل أو بآخر. المتحدة للخدمات الإعلامية هي يمكن مشرف أساسي على هذا المهرجان، وإحنا متعودين من المتحدة على إنتاج يحترم عقل المشاهد، متطور جدا، معاصر جدا، غني جدا، مش بس غني صورة ولكن غني فكر وغني توقيت مناسب للعروض وغني في التنوع كمان. فإحنا الاكسبكتيشن زي ما بيقولوا أو كل توقعاتنا فعلا ارتفعت بأول دورة من مهرجان العالمين، لأنه الشق الفني والجزء الفني على أي مستوى من المستويات، إذا كانت في إطار الأفلام، أفلام المهرجانات اللي ليها نخبتها وليها مشاهديها، أو حتى الحفلات الموسيقية بفنانين هنا في مصر ونجوم مصر والوطن العربي والنجوم طبعا العالميين ونجوم مصر لا يستهان بهم، يعني احنا عندنا اكبر واجمد نجوم في الوطن العربي كله يعني. فاعتقد دي نقاط ودي نقط هامة جدا 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 عن المحتوى وعن صناعة الترفيه في مصر وعن المهرجانات. ده غير طبعا ان المهرجانات يعني لها سياحة خاصة جدا بها، واحنا مستنيين يمكن زي ما قلنا مرارا وكثيرا مستنيين زوار من كل حتة، يمكن العدد يوصل لمليون زائر وربنا يزيد ويبارك في الأعداد القادمة خلال أيام مهرجان العالمين الجديدة اللي بدأ النهاردة وينتهي في 26 من أغسطس. نانسي خليني أرجع لك، نانسي في منطقة الشاطئ، نانسي يعني
طبعا عايزه اعرف ايه الجديد من عندك، ايه اللي هيحصل؟ انا عارفه انه في استعدادات اكيد هتبدا لعرض ماتش اهلي والزمالك الساعه 8:30، بس خليني اسالك في الاول، بما ان انت بقى اتكلمتي عن الجيل الذهبي وبكره تحدي الجيل الذهبي، وخلينا ننوه انه اللي عايز يحضر ممكن يحضر بسهوله من خلال الدخول على تذكرتي، والموضوع بسيط وسهل وسلس جدا، لانه الحقيقه نعتقد ان احنا كلنا متحمسين ان احنا نحضر بكره الماتشات دي. انت بس في البدايه، بس عشان بما ان سألت السؤال ده لكل الزملاء هنا، انت بتشجعي انهي فريق النهارده ولا بكره؟ لا، ما هو بكره وبعده ماتشات بقى الجيل الذهبي. بصي يا لما، يعني هو اكيد طبعا يعني كل فريق من الفرق اللي هتلعب هيكون يعني محبيها ومشجعيها موجودين. اكيد فريق الكابيتانو ليه مشجعين، فريق الصقر ليه مشجعينه، فريق الموهوبين حازم امام طبعا هيكون ليه مشجعينه، وفريق محمد فضل هيكون ليه مشجعينه. احنا هنكون واقفين فين؟ احنا هنكون واقفين في النص. احنا بنغطي الحقيقة، لان احنا اكيد كلنا يعني متحمسين ان احنا نحضر ونحمس الاربع فرق اللي هتبقوا اللي هيبقوا موجودين، ونشجعهم الحقيقة بكل همتنا عشان المباراة. يعني هي الحقيقة حماسية من دلوقتي، من قبل ما تبدأ الكل منتظرها زي ما قلتي وذكرتي منذ قليل، ولكن احنا الحقيقة يعني بنشجع الكل، بنشجع الاربع فرق. يا لما، نتمنى ان طبعا كله يخرج بابهى صور، ونعرف ننقل للمشاهدين اللي بيحصل خطوه بخطوه، لان ده هدفنا. والحقيقه انه برضو خليني اقول انه على اكسترا لايف طبعاً. الكاميرا هناك صوره حيه طول الوقت على قناه اكسترا لايف من داخل منطقه الترفيه، بس احنا دلوقتي في العالم عالمين يمكن بنحاول ننقل بقى الصوره بشكل مختلف. نانسي، في تجهيزات مختلفه عشان الماتش أهلي وزمالك والشاشات العرض؟ الحقيقة لما، هي بدأت بالفعل يمكن سائحين أكتر يتواجدوا في مكان الشاشات اللي موجودة عشان يتفرجوا على مباراة الزمالك والأهلي النهاردة. زي ما قلتلك يعني أعتقد المتفرجين هيكونوا قاعدين في نفس الملعب أو في نورث سكوير، المكان اللي بيتم فيه البطولات الشاطئية أو الرياضات، هيكونوا متواجدين هنا. إحنا قلنا إن المكان بيضم أكتر من 2000 متفرج، شاشة عرض كبيرة جداً من ورايا هتنقل المباراة، مش هنا وبس، هيكون في واحدة كمان شاشة عرض كبيرة في داون تاون. ويعني يمكن زي ما ندى كمان ذكرت من شوية، انه مع انكسار موجة الحر او نزول الشمس ويعني بدء ان الاجواء انها تبقى احسن، الحقيقة انه المكان بدأ يمتلئ اكتر بالناس، وفعلا الناس بدأت تزيد وتتواجد عشان كمان تتفرج على مباراة الاهلي والزمالك اللي هتتعرض بعد قليل. خليني اروح لندى من الممشى. ندى، الحقيقه انه احنا بنتكلم عن تفاصيل هذا المهرجان، وبنتكلم عن الشغل الكبير والهايل اللي اكيد فيه ناس كتيره جدا جدا قائمين على هذا الامر تحت اشراف المتحده للخدمات الاعلاميه. احنا عرفنا امبارح انه في اكتر من 20 شركه مصريه بتشرف وبتنظم وبتشتغل في هذا المهرجان لخروجه بافضل شكل على مدار 44 يوم ايام المهرجان. والحقيقة أنا كنت دايما بقول أنه هذا الأمر هام جدا، أنه دي كلها بشر بتشتغل، دي كلها أعداد مواطنين أو أعداد مصريين بيشتغلوا في هذا المهرجان، وده شيء في حد ذاته إيجابي جدا، إلى جانب طبعا الدعاية الهائلة اللي هتحدث من وراء هذا المهرجان كخطوة استثمارات أو دعاية أيضا لاستثمارات، لأنه العالمين لسه مليئة بفرص استثمارية هائلة في الداخل. لا كمان الحقيقة فكرة المهرجان، وانه كل عام ان شاء الله مثل هذا التوقيت يشغل كل هذه الاعداد من الناس. في الحقيقة لما، كأنك حقيقي كنت بتقري افكاري، وضيف كريم اللي كان مع كريم من دقايق في الاستوديو اتكلم على فكرة السياحة وعلى فكرة الترويج للسياحة، وانت دلوقتي برضو اتكلمتي في نقطة مهمة جدا يا لما، نقطة انه في اكتر من شركة مؤسسات كتير بتشتغل عشان مهرجان العالمين يخرج بالشكل ده. وهنا كلمة السر في الحقيقة، فكرة انه احنا ما بقيناش بنشتغل كل حد لوحده او كل حد في جزيرة منعزلة، فكرة التسلسل والتركيبة دي لما هي اللي خلتنا دلوقتي
بنتكلم في مهرجان بننافس بيه بشكل كبير قوي، يعني دورة أولى بدأت بداية قوية. نانسي يمكن رصدت المشهد بشكل كبير يا لما، وفي انتظار فعلا الدورات اللي جاية. بس فكرة ان احنا بقى الموضوع فيه سلسلة، فيه اكتر من مؤسسة، فيه اكتر من وزارة بتشتغل مع بعض بتنسيق بشكل كبير، ده اللي بيخلينا واقفين على الأرض دلوقتي وقادرين نقف قدام الكاميرا وننقل للناس الصورة ونقول لهم ده بيحصل على الأرض الواقع. لأن في النهاية الصورة لما مش بتكذب، يعني إحنا مش بنقول كلام مش حاصل. الصورة بتعكس يمكن إكسترا لايف إكسترا نيوز دايما بيوروا الناس إيه اللي بيحصل حقيقي على أرض الواقع. وإحنا بنتكلم على الترويج للسياحة، الدولة المصرية حطت رؤية، وفكرة رؤية السياحة دي ما كانتش رؤية محطوطة لقطاع السياحة بس. مدينة العالمين خير دليل على ان احنا لما بنحط رؤية عشان ننفذ حاجة بتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. لما نحط رؤية عملنا موكب مومياوات، عملنا طريق الكباش وحاجات كتير جدا وصولا لأكبر مدينة ساحلية او الاستثمار الكبير. ولسه زي ما انت قلتي في فرص كتيرة استثمارية جوه مدينة العالمين، ربطين اكتر من قطاع ببعض، بنحقق نجاح في قطاع سياحي في قطاع اقتصادي، بنشغل شباب. فإحنا بنتكلم على منظومة بتفكر بشكل تكاملي عشان نقدر زي ما قلت لك يا لما نبقى واقفين هنا وبنكلم الناس وبنقول لهم دي الصورة الحقيقية من على أرض الواقع. صحيح يا ندى، ودي أهم حاجة. والحقيقة أنا دايما بقول إن إكسترا نيوز بتحاول دايما إن هي تنقل الصورة الحقيقية من على أرض الواقع من وسط الناس، لأنه ده هدفنا الرئيسي. حقيقة ندى إحنا على مدار الأيام الماضية زميلنا الأستاذ طارق الجباس طبعا المصور صحفي كان موجود في العالمين الجديدة وكان بينقل بهجة وفرحة المصريين من العالمين الجديدة من خلال صور بتنزل على وسائل التواصل الاجتماعي تابعة لقناة إكسترا نيوز، وإحنا حابين نعرضها مع حضراتكم دلوقتي. ودي كانت مبادرة أطلقتها إكسترا نيوز إن إحنا نكون أكتر وسط الناس وننقل إيه اللي بيحصل فعلا حتى ولو من خلال الصور الفوتوغرافية. أنا أعتقد إن هي معانا دلوقتي على الهواء. قد إيه يا جماعة الصور مبهجة ولذيذة ومختلفة جدا، و يعني بتبين فئات مختلفة وأشكال مختلفة وناس مختلفة من المصريين كلهم موجودين هنا في نفس المكان في العالمين الجديدة. والله كلهم منورين. وأستاذ طارق يعني طبعا بشكره شكرا جزيلا على الصور دايما المتميزة الحلوة دي، وهي الصور موجودة معنا وبشكل يومي على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقناة إكسترا نيوز. نروح دلوقتي للعرض المعلوماتي عن حي الفنادق ونعود مرة أخرى. جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في العالمين الجديدة والعالم عالمين. خلونا نرجع لكريم حاتم من إكسترا نيوز أو استوديو إكسترا نيوز في القاهرة. كريم تفضل.
بشكرك لما، وبشكر طبعا نانسي وندى، وبشكركم على نقل صورة من العالمين الجديدة وهذا المهرجان اللي ربما يعني من خلال كل الصورة اللي أنتوا بتعرضوها يعني بيشكل حدث مهم جدا بالنسبة لمصر وبالنسبة للرياضة والفن وكل ما إلى ذلك في مصر. وبكده بنصل إلى ختام هذه الفقرة، ويمكن سنعود دائما مع حضراتكم لمتابعة حية ومستجدات لفعاليات العالمين أو مهرجان العالمين الجديدة، فابقوا معنا دائما. شمالك بحر ومطرة، وفي
شرقك صحرا رملة ألماس ويقوم فيك الجغرافيا تعلم والتاريخ فاضل يتكلم وعلمك على قلبي معلم وبنيت في العيش كبير كم شمس ورا قمرا عمال بتشق الصحرا أنا لك لحبيبتي سمرا أتعب وأفتح وأم نرقص ونطير ونغني مين يعشق أكتر مني ده أنا حاسس إني كأني برجع طفل صغنطور وبلادي بلادي بلادي ليكي حبي وأخواتي مشاهدينا الكرام يعني بنكلم حضراتكم من العالمين الجديدة وتحديدا في العالم عالمين دي كانت حلقة النهاردة ورصدنا لحضراتكم أول أيام مهرجان العالمين تحديدا من منطقة الشاطئ مع نانسي نور والممشى مع ندى رضا ويمكن الشاشة وصورة متواصلة وتكون دايما مع حضراتكم خلال شاشة أكسترا لايف وأنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كنت مع حضراتكم أنا لما جبريل ألقى حضراتكم غدا في حلقة جديدة من العالم عالمين إلى اللقاء